لا حول ولا قوة إلا بالله يا أمي، لو سمحتي كفاية، ما تصعبيش عليا الموضوع أكتر من كده. ما خلاص بقى يا حاجة، صلي على النبي كده. أمال الله جرى إيه؟ وبعدين ما هو سايب لك العيال أهو تلعبوا معاكي ويرازوا فيكي. وهو ده يريحني؟ تسيبي ليه؟ تسيبي لي في الغربة يشيل هم نفسه، يبقى غربة وبهدلة. معلش يا طنط بقى، ظروف أكل العيش هنعمل إيه؟ ظروف إيه دي اللي تخليكي تسيبي جوزك لوحده يتشحطط في الغربة؟ هتشحطط إيه بس يا ماما؟ وأنا طالع رحلة مع المدرسة؟ أنا بقالي سنين بشتغل بره، خلاص الموضوع انتهى. كفاية بقى، كفاية حقن. خلاص اللي يشيل قربة. خلاص بقى يا ماما، خلاص يا حبيبتي، ما هي دلال برضو هتقعد وتونسنا هي والولاد. لا هو أصل دلال دلال هتقعد عندهم مع أخوها جلال. تقعد مع أخوها ده إيه؟ الأصول يا دلال تقعدي عندنا. لا معلش يا طنط، أفضل أن أنا أقعد في بيت ماما. طب وهتاخدي العيال ليه؟ إيه اللي هاخد العيال ليه يا طنط؟ وده سؤال برضو، ولادي لازم يبقوا قاعدين مع مامته. وبعدين ان شاء الله يعني الشقه هتتظبط وهنبقى ننقل فيها، وبرضه هبقى اجيبهم لحضرتك يسالوا عليكي ويزوروكي. انا والله ما عارف ايه كان لزوم الشحططه دي كلها، ما كانت شقتهم موجوده. مش قالت لك ذوقها بلدي ومش عاجبها؟ ايه يا احسان، في ايه انت كمان؟ وانا قلت حاجه يا اختي؟ ايه ده جرى يا خال؟ هي قالت حاجه غلط؟ ما هو ده اللي صح. والله ممكن لو سمحت يا شوقي اسافر وانا رايق. حاك عليا يا اخويا. حاضر، رايق ان شاء الله يا حبيبي. طب انا بقول بقى نكلم جلال يجي بالعربيه. ممكن فكره. جلال؟ طب ده اسمه كلام؟ وعربيه ابو الشوق راحت فين؟ ممكن برضه صح. لا ما انا بقول يعني يمكن طنط عايزه تطلع المطار ولا حاجه. لا انا لا بروح ولا باجي، انا هسلم عليهم. طيب بقول لك ايه يا خالد يا حبيبي، هو انت طيارتك امتى؟ الساعة 6 ان شاء الله، 6 مساء. هو العيال فين؟ مع اولاد شوقي جوا. طب انا بعد اذنكم بس اخش العب معاهم شوية عشان الحق اشبع منهم. طب انا هروح العب معاهم. قومي يا بنت يا سهام، قومي نحضر الاكل لاخوك عشان نغديه قبل ما يمشي. حاضر يا ماما.